من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها لا بالقهر بل بالاختيار كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الآباد آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.